كلنا بنعرف انه الاطفال مثلهم مثل الكبار، ممكن يصرخوا ممكن يغضبوا، ولكن الفرق يمكن ما يقدروا يتحكموا بمشاعرهم وردات افعالهم. هي المشاهد قديش اليوم بنشوفها بحياتنا بالمحيط اللي عايشين فيه، وقد ايه بتكون يمكن بنظر البعض تصرفات غير لائقه. يمكن اليوم بتتعدد ردود افعال الاهالي على هي المواقف، ولكن اسئله كثيره من الاهل: هل يا ترى الموقف فعلا بيستدعي انه الطفل يغضب؟ يا ترى هو ليش معصب؟ امور كثيره رح نتعرف عليها سوا مع ضيفتنا اللي صارت ضمن الاستديو الاختصاصيه التربويه الخاصه للطفل ريم سعد. يسعد صباحك. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. يا هلا اهلين. اهلا وسهلا. يعني خلينا بدايه عم نحكي عن موضوع جدا مهم، نتطرق اول شيء للاعمار الصغيره من عمر 4 إلى 5 سنوات، نعرف شو هي نوبه الغضب عنده. نوبات الغضب طبعا احنا اذا بدنا نكون لقبل شوي، بعمر 3 سنين ببلش الشخصيه عند الاطفال تتكون، الانا عندهم تتوضح اكثر، فهن دائما بيحاولوا يحافظوا على الممتلكات، بيحاولوا يحافظوا على المساحه تبعيتهم من مجموعه الاقران او حتى من الاهل، بيكون هذا شيء طبيعي ضمن حدود طبيعيه لحتى الشخصيه تتكون، يقدر يكون حدوده، يقدر يكون هو كيف على شو بيقدر يمون مثل ما بيقولوا، على شو بيقدر انه لا هون لازم يكون في رأي لماما وبابا. ممكن شوي تأخر 3 سنين، 4 وشوي، اذا بس نحن وقت بتصير بقى بتقطع وبتضل ثابتة عنا نوبات الغضب او نوبات الطفل ما عم يقدر يوصل فيها انه انا بدي هذا الشيء، بس ما عم يقدر يعبر عنه كلاميا، ما عم يقدر يعبر عنه بالمشاعر، فحيكون في عنا نوبات غضب اللي هي عباره ممكن عن صراخ، ممكن على الارتماء على الارض، ممكن انه يمسك اشياء من البيت ويكسرها يرميها على الارض، يعني كثير تفاصيل من نوبات، يعني مثل ما بشوف احيانا عند الكبار ممكن يعملوها الاطفال او الصغار بحيث انه يفرغوا او يعبروا انه نحن غضبانين، نحن موجودين ومعترضين على الشيء اللي عم بيصير. والحقيقه انه هي النوبات بتبلش بتكون من عمر كثير صغير، يعني انا بعمر السنه ممكن اشوف الطفل اول ما يبلش يمشي سنه وشوي، سنه وثلاث اشهر او سنه ونص، وقت تقيله على شغله انه هلا لا او هلا ما بصير، بنلاقيه بيطلع على الارض بيأمن حاله، بعدين بزيد حاله على الارض وانه هو غضبان. فهي بتكون شيء فطري، يعني ما في حدا اكيد معلمه انه انت لازم تعمل هي الحركه لحتى تبين انك غضبان، او ممكن انك تعض نفسك، او انك في اطفال ممكن يواجهوا ضربات على وشهم انه هن نحن غضبانين. هي عم بحكي بالعمر كثير صغير. بالعمر كثير صغير نحن ابسط شيء ممكن نعمله انه ناخذ الطفل بلطافه، نحضنه، دائما بده يكون ظهر الطفل على بطننا نحن، يعني حتى يكون هي المنطقه هذا التلامس كثير بيخفض القلق عند الاطفال او حتى عند الكبار، بيعطيه شيء انه ظهرك محمي، انا محتويك، انا حاميك، فبلش هون يهدى، فيني احكي باذنه، فيني اقول له عبارات انه انا بعرف انه انت معصب لانه هلا بدك تاخذ مثلا قطعه الكيك اللي بدك اياها، وهلا بدك تشرب حليب، بس هلا مو وقته، نحن حنعمل حنأجلها شوي ونعمل شيء ثاني حتى انت تقدر تتحمل، ناخذ انيه الحليب، حتى لو كان الطفل صغير الكلمات الرايقه او ممكن تقول الامهات ايه، بس هو حيفهم علي هذا الحديث. مو بالمشكله، هي الكلام هو نغمات، فالنغمات هي مطمئنه، هي النغمات على تكرارها بيعرف انه هذا الشيء حيصير، بس بده شويه وقت اكيد، فممكن يهدى الولد ويركن خلص، نحن بنقدر نسيطر عليه بهذا العمر. تمام. استاذ ريما، خلال حديثك ذكرتي انه هذا الشيء ممكن يكون فطري، ولكن يمكن احيانا بنشوف انه هو مكتسب. اليوم ضمن العائله الوحده ممكن الطفل يشوف امه مثلا عم تعيط على اخوه، عم تصرخ عليه، هذا الشيء يمكن قد ايه بياثر اليوم على اطفالنا وبيخليهم يكتسبوا هي الصفات، يكتسبوا هذا الغضب؟ يعني فينا نقول انه لجانب العامل الوراثي او الفطري ممكن يكون هذا الشيء مكتسب. تماما، نحن عم نحكي بالاعمار الصغيره كثير انه ممكن بتطلع شغلات هي فطريه، ان كان ضرب او الارتماء على الارض او هي التفاصيل. بالعمر الاكبر، العمر اللي انا بتعلم فيه من الراشد بعمر 4 5 سنين، وقت انا الراشد بيكون بالنسبه لي عم يمر من قدامي، بس انا عم سجل كل شيء ملاحظات عم بيقوم فيها، وبحط عندي بذهني انه هذا هو التصرف الصح بهذا الموقف. انا من مده كم يوم كان في طفل وامه عم يلعبوا، كان في لعبه وعم يلعب فيها الطفل، والام قاعده قدامه، بس الام كانت عم تحكي على التليفون،
فهي ما انا عاطيه كثير بالها على الطفل، والطفل كان عم يلعب، كان عم يلعب بلعبه شوي موسخه يعني رمل وهي القصص، فعم يمسك رمل، طفل عمره تقريبا 3 سنين عم يمسك الرمل ممكن يرميه على ثيابه، ممكن يرميه على الارض بخارج، فكانت رده فعل الام كثير عصبيه، والطفل تلقى مثلا عده ضربات، مفاجئ كان يعني اللي عم يشاهد من برا كان صادم، فكيف للطفل ببساطه بتلاقي الطفل طلع يعني هذا واقع كان ومثال كثير واضح وكثير صريح، اطلع شاف ولد عم يلعب قدامه قام ضربه واخذ منه الاشياء اللي كانت بايده وعمله بنفس العنف. القصه هون كان فرق ثواني بين المعامله اللي كانت من الام والمعامله من الطفل، معناتها نحن هون يعني الطفل ادرك انه هذا التصرف الصحيح، وقت انا اشوف شيء ما يعجبني اني اتعامل بالايد، اتعامل ممكن بعد يكبر شوي بالكلمات، اكثر شوي بالسلوكيات النرفزه اللي هي تكسير او تحطيم الموجودات اللي بتكون قدامي. فهذا مثال كان كثير حي وبسيط على الاشياء انه ايه فعلا مكتسبه، وقت انا بشوف ماما او بابا عم يتصرفوا بهي الطريقه فانا معناته هذا هو التصرف الصح، لا شعوريا لالي فانا حاتصرفه، هذا هو طريق النجاه تبعي بالمجموعه اللي رح كون انا فيها. طيب شو الطريقه الصحيحه اليوم لحتى نتعامل مع طفل عنده دائما نوبه هي الغضب؟ يمكن اذا فينا نعطي نصائح اليوم للاهالي لحتى يعرفوا كيف يضبطوا هي المشاعر ويتحكموا فيها اكثر كرمال ما تأذي يمكن الطفل أكثر. هلأ في أطفال بطبعهم عندهم العصبية أو طبعهم عندهم نوبات الغضب بتكون أعلى من باقي الأطفال، يعني بنحس أنه هذا بنحس سمة بشخصيتهم أو شيء بشخصيتهم. هدول الأطفال نحن كتير منلجأ لأنه نعلم الأم تمارين للاسترخاء، يعني أنه نضغط بكرة سفنجية على أجزاء جسم الطفل قبل ما ينام أو أكثر من مرة بالنهار، فهي بترخي العضلات، فالطفل حيكون مرتاح. شغلة تانية بس يكون طقس مناسب أو متوفر، الحمامات الدافية مع روائح عطرية معينة مثل زيوت عطرية معينة يعني بيخلي الطفل يسترخي، الجملة العصبية أو الجملة العضلية تبعيته كمان بتكون فيها ارتخاء، فبيكون أهدى حتى على اليوم الثاني. يعني إحنا عم نعمل شيء تراكمي، بناء تراكمي للطفل يقدر بالأخص بالمراحل الصغيرة ممكن ما كتير يقدر أعطيه استراتيجيات يفكر فيها أو يحضرها بذهنه ليتصرف بالمواقف، فبساعده بهي التمارين اللي هي بتخليه شوي يكون عنده ارتخاء. في أطفال بيكون عندهم التهابات أذن بشكل دائم، أطفال عندهم الربو الطفولي، هدول أطفال بياخذوا أنواع معينة من الأدوية، أطفال اللي عندهم مشاكل بالأذن، التهابات الأذن، ألمة وموقع الأذن الحساس بالرأس، فبيخليهم دائما مزعوجين يعني عصبيين. مثل الطفل اللي بياخذ أدوية أو اللي عنده مشاكل بالنفس فهو طفل عصبي، لأنه بتكون الأكسجة عنده شوي أقل من باقي الأطفال، أو طبيعة الأدوية اللي بياخدها بتأثر على القشرة الدماغية عنده بتخلي حركته زايدة، انفعالاته زايدة، فبيكون عصبي أو انفعالي. الأطفال اللي عندهم حركة زايدة أو فرط نشاط كمان عندهم عصبية، لأنه هن مو بس المراكز الحركة اللي بتكون عندهم شديدة، كل المراكز المحيطة فيها بتكون قوية أو بتعطي انفعالاتها، فهو بيكون انفعالاته كلها واضحة جدا. يعني الحزن حزن والغضب غضب والفرح فرح، بس للآخر بيروح فيه نتيجة المشاكل اللي عنده. أنا واجبي كأهل أعرف طفلي شو السبب، يعني دور على الجذر ما دور على المظاهر اللي عم تعطيني اياها المشكله. جذر المشكله عندي انا شو هو؟ ابحث عنه وحل الجذر، بس حليت الجذر هاي المظاهر بتخف، وين ما خفت فبتبقى منها شغلات كتير بسيطه او خفيفه بقدر انا اتعامل معها، بس اذا بدي اتعامل معها بنفس العنف او بنفس نوبات الغضب فانا صرت بالدائره اللي هي مغلقه، تمام ما راح اقدر اطلع منها لا انا ولا طفلي، وتفشل العلاقه بيناتنا للمستقبل. اكيد استاذ ريم، هون بدي اسالك، يعني كنت عم نحكي انه ردات الفعل الاهالي اليوم هي ممكن تكون غلط ويمكن اكبر من هي المشكله، ذكرنا انه نسبه كبيره اليوم من الاهالي ممكن تلجا لاسلوب الضرب لاسلوب العنف، ولكن بالمقابل ممكن نشوف نسبه من الاهالي يمكن تكون قليله تلجا لاسلوب التودد والتقرب من الطفل، بس هون بنشوف انه الطفل بلش يتدلل. خلينا نوضح
نوضح هي الطريقة صحيحة كيف نتعامل معهم، يعني نوازن بيناتهم لا كتير نشد ولا نرخي مع الطفل. تماما، هحكي على الخلق الضيق عند الأهل يلي بيعطيك باب إنه طبعا ما بلوم الأهل، بالأخص إذا الأم موظفة الأب موظف، ففي عندهم وقت راحة، في عندهم وقت سكون بالبيت، هن بدهم يقعدوا يرتاحوا فيه، يقعدوا يعملوا شيء مفيد مع الأولاد، فتلاقي الأولاد عصبيين شوي، نزقين، بدهم طلباتهم بسرعة. فاللي بيصير دائما إنه خليه ياخذ شو ما بده، بس هلا يهدى، أو بس هلا أنا ماني قدران أسمع صوت، فبتتلبى الرغبات. هلا حسب العمر أنا بتصرف، حسب عمر الطفل بتصرف، هل هو صار تعلم انه بهذا المفتاح بيقدر ياخذ اللي بده اياه. فانا بلجأ هون لاخصائيين بتعديل السلوك، بقرا شوي عن تعديل السلوك لحتى اعرف انا مفروض اني اتجاهل وقت يكون في هيك سلوك وعرفت سببه. بتجاهل اذا بابا تعبان وانا ام بدي ربي، فانا باخذه على شوي غرفه شوي منعزله او ما يكون فيها صوت، واقول له بكل بساطه انه هذا الامر ما رح يحصل، بدك عندك شويه بكي، عندك شويه تعصيب، خلصهم وطلعوا معنا. طبعا ممنوع نقفل الباب على ولد، او ممنوع ما نشعل ضوء اذا كنا حاطينه بمكان لحاله لحتى يفرغ او ينفس عن الغضب تبعه. ما بدنا نخوفه نحن او ما بدنا ننقله، بدنا نورجيه انه انت خلص اللي عم تشعر فيه واطلع لعنا، بتكون رايق وبنكون كلياتنا سوا. يعني حضرتك اختصاصية تربوية خاصة بالأطفال، واليوم عم نحكي عن دور الأهل، عم نركز كتير على دورهم اليوم بضبط هي المشاعر عند الأطفال. إمتى أنا كأم بلجأ للاختصاصية التربوية لحتى ساعد ابني يتخلص من هي النوبات؟ تماما، وقت أنا بحس حالي كأم طاقتي خلصت. في عمر معين ممكن نستقبل فيه هون الأطفال؟ لا، ما في أي عمر. بالعكس، ممكن يكون طفل كتير صغير بس جدا متعب ومرهق، بالأخص إذا كان عنده يعني من سمات شخصيته العصبية. وفي عندي عمر أكبر اللي هو 4 أو 5 سنين، وفي أشياء بتخص المراهقين وهي التفاصيل. فالعمر اللي بتلاقي الأم إنه أنا ماني قدران يكون أو ماني قدران أعطي حلول ساعده فيها وريح حالي، لأنه بالفعل بتلاحظي إنه الأمهات جاية ومرهقة انه انا ما عاد اعرف شو اعمل. انا وصلت لمرحلة انه الطفل عم ياكل عم ينضرب، وانا ما بدي اوصل لهي المرحلة، لانه انا بعرف انه هي غلط، بس انا مالي عم بقدر اتحكم بنفسي. بهي الطريقة نحن بنعطي للام استراتيجيات تتحكم بغضبها هي، كيف تطلع حالها من حالة الضغط، لانه كلها بالمجمل كلياتنا عندنا ضغط معين بالعمل، بالسعي وراء الاشياء الاساسية عندنا بالحياة، فدائما في تقل، في غضب، في جهد. فنحن بنعلم الام، وبس تتعلم الام حلينا نص المشكله، وبنلتفت للطفل، بنعرف شو الجذر مثل ما حكينا اللي عنده، بنبلش بالعلاج بالتعاون مع الاهل. تمام. وبنشوف اليوم يمكن نسبه كبيره او عدد كبير من الاطفال لحتى يحصلوا على الشيء اللي بدهم اياه بالحياه، يحصلوا على متطلباتهم، بتلاقيهم بيلجؤوا لاسلوب الصراخ هون، بيصير هذا الشيء يمكن حاله متكرره. تمام. يمكن يصير يرفض اي شيء يعمله لحتى يحصل على الشيء اللي بده اياه. كيف ممكن نتعامل مع هذا الطفل؟ تمام. الصراخ مفتاح جدا سهل، ومفتاح بيخلي عيون الكل، بالأخص إمتى بيكون الطفل بيتمكن من هاي الخاصية اللي عنده، وقت تكون ماما ضمن التجمعات أو بالأماكن العامة أو بأماكن تجمعات العائلة، فأنا بقدر بخلال دقائق أو يمكن ثواني أحصل على اللي بدي إياه بصوتين عاليين يخلوا ماما بقمة الإحراج. هون ببساطة نحن دائما بنعلم الأم، طبعا هذا الطفل لقى مفتاح عارفان تماما هو كيف عم بيتصرف وامتى عم بيتصرف. بنحاول نخلي الام انه تطفي هذا السلوك بالمجتمع اللي هي بقول لها وين انت بتموني او وين بتقدري تروحي لمكان، ان كان بيت جد او بيت احد الاقرباء، خالات عمات اللي هن، انه انا بدي اطفي هذا السلوك عند ابني فساعدوني، لانه انا حاجي عنكم ورح يعمل الشيء اللي دائما بيعمله ليحصل على شيء معين، ممكن موبايل، ممكن يقعد كتير أو يأخذ كتير من الحلويات أو يأخذ نقود يلي هو، فهو حيطلب وأنا حأتجاهله، فساعدوني أنتوا وكونوا معي على خط واحد، وخلينا نلتزم تجاهل والصمت كلياتنا لا أقدر أطفي عنده هذا السلوك، أنه أنت قد ما صرخت أو عملت أنا قلت لأ وفهمتك ليش، فأوقف لحالك وانضم معنا، وقال لنا نحن متجاهلين هذا الموضوع ومكملين القعدة اللي نحن فيها.
بس المهم انه التعاون، تعاون المحيط مع ام، وما ننظر لهي نظرات انه يا حرام عليك شو قلبك قاسي. معقول مالك قدرانه؟ هي شغله كثير بسيطه، مالك قدرانه تعطيها؟ فنحن هون كسرنا التربيه وكسرنا الام قدام الطفل. يمكن اسباب كثير اليوم ممكن تكسب هذا الطفل هي الصفه او هذا الغضب. بتلاحظي اليوم نحن بعصر السوشيال ميديا، بعصر التطور والانفتاح، بتلاقي اي طفل بعمر صغير اليوم الا معه موبايله، معه لابتوبه، يمكن عم يفتح على العاب الفيديو اللي فيها عنف وسلوكيات عنيفه. قديش هذا الشيء ممكن فعلا ياثر على سلوكيات الطفل ونشوفه فعلا يمكن شخص عدواني بتصرفاته مع الاشخاص اللي حواليه وعصبي تماما. وجودنا قدام الشاشات والشاشات الصغيرة، تواتر اللون وتواتر الصورة والسرعة فيها بتخلي جملتنا العصبية أو حتى جملتنا العضلية إذا كنا عم نلعب بمجموعة من الألعاب هي مشدودة، جد مشدودة. فتخيلي نحن شادين، مثال كتير بسيط، شادين حبل عم نشد شد 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 هذا الحبل وتركناه، فحلاقي إنه هو كانت سرعة وقت تركناه سرعة إنه رجوعه للمكان اللي كان فيه كانت كتير شديدة. نفس الشيء الطفل عم يلعب او عم يحضر شيء متوتر او هاي الاغاني فيها ايقاع معين، فبتخلي الطفل ببلش يخزن تعصيب، يخزن قله انتباه، يخزن عصبيه عدوانيه. مجرد ما وقفت بتطلع على الطفل بلاقي طفلي عم بينط عم بينط عم بينط او عم يحكي 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 او معصب، بتطلب منه شيء بيرد بتعصيب، بيرد بعصبيه بعدوانيه. الشاشات خطيره مو بس على الاطفال، حتى على الراشدين يعني حتى على الكبار. وجودنا قدامها أحيان ألعاب اللي بنلعبها بتشحننا، بتشحننا عنف، بتشحننا قلة التحمل، بتشحننا قلة صبر. فبتكون مخرجات طبعا هي عصبية عدوانية نرفزة، سعة تحمل لإنجاز المهمات أو لحل المواقف بتكون كتير بسيطة وخفيفة. فبنكون متجمدين لأنه نحن عطينا يعني فرصة للشاشة بأنه تساهم بأنه نحن نكون أشخاص بس متلقين. تمام. أيمت ممكن نوبات الغضب تأثر بشكل سلبي على صحة الطفل إن كان نفسياً أو حتى جسدياً؟ أيمت منوصل لهي المرحلة؟ تماماً. إذا بدنا نحكي جسدياً نوبات الغضب، وقت ممكن إذا حكينا إذا كسر شيء ممكن يأذي نفسه، إذا رمى حاله على الأرض ما كان منتبه كمان ممكن يأذي نفسه. الغضب المستمر والعصبية المستمرة هذا إجهاد للأعصاب، إجهاد للقلب، ممكن على الكبر يصير في عنا أمراض ضغط. هاي كلياتها إحنا لأنه عم نستهلك العضو بكير. يعني أنا جهدي إذا بحط إيدي مثلا على قلب طفل عنده معصب فبلاقي القلب عم ينبض بسرعة كتير كبيرة، فأنا عم بستهلك العضو بقبل أوانه بشدة معينة. فأنا على الكبر ممكن يكون في عند هدول الأطفال صاروا راشدين مشاكل قلب، مشاكل ضغط، ممكن مشاكل سكر حسب العصبية اللي كانت عندهم أو إذا كانت سمة من شخصيتهم أو كانت هي بس عارض ومرأة. أكيد. بالختام معلومات جدا مهمة ما رح نضيف عليهم أي شيء. بدي أتشكرك الاختصاصية التربوية الخاصة بالأطفال ريما سعد، أهلا وسهلا فيكي، نورتي صباحنا. شكرا لك ولطفك. أهلا وسهلا. شكرا.